نروح ونرجع اكو دستور، الدستور يقول لازم يرشح رئيس حكومه من كتله الاكبر، واذا اجى من رئيس جمهوريه يعني رفع عنه هذا الاسم، يعني رفع عنه اسم انتم غير طامحين اليه، شو ما هو تصرفه برايك صحيحكم؟ عمليا احنا مطالبنا واضحه، مطالبنا مرفوعه من يوم 5 من يوم 11 وبالتالي بالمرحله الثانيه من يوم 25/10، مطالبنا واضحه اللي هي تشكيل حكومه وطنيه مرفوعه مستقله واجراء انتخابات مبكره. هذه هاي مطالبنا. اذا ما استجابت الكتل السياسيه فنحن باقون في ساحه التظاهر، ومرفع الشعار اللي رفعناه ومرفوع على المطعم التركي لو احنا لو هم، يعني هذا اللي احنا نقوله، يجب على الكتل السياسيه ان تدرك الحقيقه اليوم، الحقيقه اليوم القوه للشارع وليست لهم. يعني تعتبرون انتم الكتله الاكبر.